مشاهدينا اهلا بحضراتكم في فقره جديده من عياده تن. العنايه بالبشره من الضروريات اللي لازم تكون موجوده في الروتين اليومي لكل بنت او كل ست النهارده، وده لان البشره بتتعرض دايما لعوامل خارجيه زي مثلا اشعه الشمس الضاره وغيرها كتير من العوامل اللي بنتعرض لها. معانا النهارده منتج هنتكلم عنه، فوائده كتيره جدا، منها التفتيح، منها الترطيب، منها التغذيه للبشره وغيرها كمان فوائد كتير هنعرفها النهارده. المنتج اللي احنا هنتكلم عنه هو كريم بروش، هيكلمنا عنه النهارده بالتفصيل وعن فوائده دكتور اكرم غانم المستشار الطبي لشركه اي ام دي. دكتور اكرم اهلا بحضرتك. اهلا بيكي مدام ايرين. احنا متعودين من شركه اي ام دي دايما من زمان جدا جدا على المنتجات اللي بتجيب المختصر المفيد. يا رب يخليك كده بس من ذوق. اول اسمحي لي ابارك لك بس على البرنامج. ميرسي يا دكتور. عن نيو لوك والحاجات الحلوه اللي طالعه، وبجد بجد حاجه جميله يعني. ميرسي يا دكتور. خلينا دكتور نتكلم عن بروش كريم. تحت امري. ايه بقى بروش كريم؟ ايه يعني الحاجات الحلوه اللي احنا شايفينها؟ دعايه محترمه لبروش كريم، فيدباك محترمه من ناس كتير قوي قوي احنا سمعناها عن كريم بروش. ايه هو كريم بروش؟ يا رب يخليكي. اولا ده من ذوقك. بصي ست كل، بروش كريم طبيعي، حطي تحت الطبيعي دي 100 خط. انت عارفه انت ما تقدريش تحطي على بشرتك حاجه صناعي تجيب لك النهارده تاثير كويس وبعد كده تلاقيها بتضرك، تطلع مشاكل وبتعمل حاجات في غنى عنها بدون ذكرها. فبتتكلمي النهارده ان بروش كريم طبيعي، ست مكونات طبيعيه. دايما بقول لك سته في واحد، مش سته واحد عشان ما تعملناش مشاكل الله يبعد عليك. حبيبنا الزملكاوي وصاحب الشركه الزملكاوي مش عايزين مشاكل الله يخليك. فكريم بروش ست مكونات طبيعيه، تيجي نتعرف عليهم بعد اذنك؟ يلا. كولاجين، ليكوريش، بانسينول، ايلاستين، فيتامين سي، وكوجيك اسيد. تمام. ست مكونات طبيعيه موجودين في كريم بروش. عشان اعديهم كده يا دكتور لازم نقولهم بالتفصيل، نمسك حاجه حاجه، لازم نقولهم بالتفصيل. خلينا نبدا بالبطل، الكولاجين. تحت امرك. يعني الكولاجين ده النهارده بقى حلم كل بنت ان هي تجري بسرعه تشتري الكريم اللي فيه الكولاجين، تبدا تعمل نضاره لبشرتها، تبدا تجيب مستحضرات غاليه جدا. فبما ان بروش مكون اساسي منه البطل وهو الكولاجين، نتكلم بقى اكتر عنه. الزغلول الكبير. ايوه دايما بقول الزغلول الكبير للكولاجين، فدايما بقول لك بروش بالكولاجين. النهارده انت عارفه وكل البنات والسيدات عارفين الكولاجين. تمام. الكولاجين حاجه مضاد للتجاعيد، انتي رينكل، تكلمي انه مضاد لحب الشباب كوقايه، فعشان كده البنات الصغيره في سن المراهقه 12 13 سنه تقدر تستخدم بروش عشان الكولاجين اللي فيه يحميها من حب الشباب. لا ثواني، حضرتك قلت لي الكولاجين علشان علامات تقدم السن. مظبوط. البنات الصغيرين هنستخدم حاجه فيها يعني عامل مساعد لعلامات تاخر السن من واحنا صغيرين كده؟ زعلانه من 12 13 سنه مثل. طب ايه رايك نستخدمه من سنه؟ من كل سنة؟ مكوناته طبيعي. اه كل مكوناته طبيعي، مفيش ادنى مشكله خالص. النهارده لو عايزك استخدم بنوتك الصغيره عندها سنه حاجه للترطيب، ايه المشكله؟ هو انت بتستخدمي، انت بتقولي ده السن كام وده السن كام بناء على ايه؟ بناء على المكونات اللي فيه مسموحه ولا لا؟ صحيح. اه تكلمي الاقراص دي مسموحه في الحمل ولا لا؟ طب مش عارف ايه ده مسموح في السن الصغير ولا الكبير؟ تتكلمي كل مكونات كريم بروش كريم مكونات طبيعيه. ست مكونات طبيعيه. زعلتك 12 13 سنه؟ لا انا بقول لك من سنه يا ستي مش من 12 13 سنه. لا خلاص انا كده مش زعلانه خالص. انا معاكي يعني. انا تحت امرك، انا تحت امرك. فالنهارده بتتكلمي البنات 12 13 سنه بتتكلم على عايزه تحافظ على نضاره بشرتها. تمام. ال 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 التشققات، الجفاف، الدنيا دي كلها، صيف وشتاء على فكره، يمكن الشتاء اكتر بس الصيف برضو، التراب وعدم النوم وعدم الميه والدايت اللي معرفش بيعملوا دايت ايه من عيال قد كده بتعمل الدايت دي، كل ده بيخلي البشره تفقد مكونات مهمه. بتكلمي كريم بروش عشان الكولاجين اللي فيه علشان هيحافظ لها على نضاره البشره، زي ما قلت لك كمان هيخليها وقايه من حب الشباب. طب لو جت حب الشباب الاثار مكانه، الكولاجين حلو قوي يضيع اثار حب الشباب. تمام. الكولاجين زي ما اتفقنا حب الشباب، النضاره، ومضاد للتجاعيد. طب التجاعيد ده زي ما انت قلت سن كبير؟ لا للاسف دلوقتي التراب والتلوث وزي ما قلنا 100 حاجه ممكن تخلي في تجاعيد من سن صغير. تمام. فانا البنات الصغيره بنصحهم ببروش كوقايه. خلصنا الكولاجين، خلصنا الكولاجين، ندخل على الليكوريش وهو حاجة تقريبا العرق سوس، احنا دلوقتي بنلاقيه مكون اساسي في كل كريمات التفتيح تقريبا، سره ايه يا دكتور؟ هو مش في كل كريمات التفتيح، كريمات التفتيح الطبيعية. الطبيعية. في كريمات تفتيح صناعية تركيبتها النهاردة بتديكي تأثير، بكرة بتديكي مشاكل. فلا، أنا كريم بروش
ست مكونات طبيعيه من ضمنهم الليكوريش او العرقسوس زي ما انت قلتي. بيعمل ايه يا دكتور؟ هقول لك. الليكوريش سبحان الله حاجه جميله جدا جدا. اولا بيحافظ لك على الخلايا الحيه. بيجدد لك الخلايا الميته مكان مكياج، مكان تراب، مكان تلوث. يوحد لك لون البشره، البنات اللي بتلبس شرب او الساعه او المصيف او الايد الشمال علشان السواقه. تمام. كل ده بيبقى لون مختلف. لا الليكوريش بيفتح الجلد. الليكوريش موجود في البروش مفيد جدا جدا. طب اقول لك حاجه جميله جدا، الهالات السوداء. اوكي دي حاجه يعني كلنا بندور لها النهارده على علاج. وخدي بالك دايما يقول لك كريمات ايه؟ ابعدي عن المنطقه دي. لا ده انا بقول لك لو سمحت حطي في المنطقه دي. صحيح، دايما بنشوف الكريمات نعمل او نحط في وشنا بعيدا عن منطقه العين. لا ده انا بقول لك حطي هنا. بعد اذنك. طب نحطها ازاي؟ مش هالات سوداء وبس، انتفاخات. اوكي. انتفاخ اللي تحت العين ده، انا النهارده لو حطيت بروش ودهنت بطريقه دائريه الانتفاخات والهالات والدنيا دي كل ده يروح عشان الليكوريش اللي موجود في البروش. جميل. خلصنا الليكوريش. خلصنا تاني حاجه، ندخل على تالت حاجه. بانسينول. البانسينول. انت عارفه البانسينول من اهم المواد المرطبه. فمع الكولاجين هيحافظ لي على نضاره البشره. هيحافظ لي على الرطوبه، هيحافظ لي على بشره الاطفال. عشان كده بقول لك من سن صغير بنات تقدر تستخدمه تحافظ على النضاره دي اطول فتره ممكنه. متهيألي يا دكتور هنا البانسينول حاجه مهمه جدا في الصيف، لان اشعه الشمس بتنشف معانا البشره جدا، فاحنا محتاجين دايما ترطيب، وخاصه كمان ان المرطب اللي انا بستخدمه ما يعملش معايا طبقه زيوت في البشره او ما يعملش معايا طبقه دهنيه. طب انتوا جايبيني ليه؟ طب ما انت اشطر مني، انت تقولي احسن مني بكتير. العفو يا رب يخليك. زي ما انت قلتي بالظبط، البانسينول كماده مرطبه بنستخدمه في الشتاء عشان التشققات. تمام. كمان في الصيف زي ما انت قلتي اشعه شمس وتراب وتلوث ومكياج والدنيا، فيديني التشققات. تمام. فالبنسينول مهم جدا. ايه ده؟ البنسينول موجود في البروش مش بس عشان التشققات ويحافظ لي على الميه ويحافظ لي على النضاره. كمان انت بتتكلمي البنسينول مضاد للفطريات، مضاد للبكتيريا، مضاد للجراثيم، فبتتكلمي انه مفيد جدا 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 البنسينول موجود في البروش. حلو قوي. ناخد ايه كمان بعد كده؟ في الكوجيك. الكوجيك، كوجيك اسيد هو الموجود في البروش علشان النمش، عشان الكلف، عشان تفتيح المناطق الحساسه. وحط تحت تفتيح المناطق الحساسه دي 100 خط طبعا. تتكلمي ما تقدريش تحطي على المناطق الحساسه كريم في اي حاجه صناعه. تمام. زادت نسبه الميلانين بالبلدي، اسمرت المناطق الحساسه، نعمل ايه؟ كريم بروش عشان موجود فيه كوجيك اسيد وموجود فيه كمان الليكوريش اللي اتكلمنا عليه من شويه. بيفتح المناطق الحساسه. في هنا عاملين للتفتيح في نفس الكريم. طب تعالي كمان تتكلمي في ايه؟ ان ال 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 بيفتح المناطق الحساسه فتقدري تستخدميه في الجسم كله. اوكي. دايما يقول لك ايه ده؟ لا ده كريم ده للبشره، ده كريم ده مش عارف للتشققات الايد للتشققات للكريم لتشققات الكعب. لا كريم بروش عشان ست مكونات طبيعيه بكل الفوائد اللي اتكلمنا عليها دي، فتقدري تدهنيه على اي منطقه من الجسم. يبقى لاي سن، زعلتك 12 سنه قلت لك لا ده من سنه، تتكلمي لي من سنه. لا طبعا كل ما يكون اكبر كل ما يكون الاحتياج اكتر للبروش. تتكلمي في اي وقت في اليوم هتقدري تدهني بروش، لان بروش تقدر تستخدميه بدل فاونديشن، بدل كريم الاساس. انت بتتكلمي النهارده هتدهني البروش، في فيتامين سي كمان لسه هنتكلم عليه بيحميكي من اشعه الشمس. حلو خالص. يعني احنا هنا بديل برضو للسان بلوك؟ لا مش بديل للسان بلوك، هو هيحميكي من مساعد. مساعد بالظبط كده. مش هندهن، مفيش مصايف دلوقتي مش هندهنه نتعرض للشمس الحارقه بتاعت مصر. هو ملوش علاقه بالسان بلوك، ولكن هو حمايه من الالترا فايروت، اشعه الضاره بتاعت اشعه الشمس. نتكلم دلوقتي، احنا قلنا الكولاجين، قلنا البانسينول، قلنا الليكوريش، قلنا الكوجيك اسيد. نتكلم على الفيتامين سي اللي موجود في البروش، بتتكلمي زي ما قلت لك حمايه من اشعه الشمس. بيديكي كمان يفتح لك الاوعيه الدمويه الاحمرار والنضاره. النضاره دي يا دكتور النهارده يعني بندور عليها بايدينا واسناننا، بنروح بقى نعمل بره جلسات نضاره وبي ار بي، والبنات بقى يعني انت اشطر مني، مش عارف انت بتقولي بس انت اشطر مني. فالفيتامين سي هنا احنا عارفين دايما ان احنا حتى بعد جلسات معينه بنعملها بره بنحتاج ان احنا نحط كريم او الحاجه اللي انا هستخدمها بعد السيشن اللي انا بعملها لازم يكون فيها فيتامين سي. انت صح 100% طبعا. بتتكلمي البروش موجود فيه الفيتامين سي، فبيديكي الاحمرار والنضاره دي. اخر مكون الالاستين. دايما الالاستين بقول لك يديكي الشد، الجلد المشدود. تتكلمي هنا في علامات او هنا في علامات. الناس اللي على طول زعلانه ومكشره. ايوه ال 111 زي ما بيقول. او الناس اللي بتضحك على طول فتلاقي دي برده كده. او الناس اللي هي الحته دي عندها ترهلت او فيها خطوط. الالاستين اللي موجود في البروش هيديني شد الجلد. فهيديني الجلد المشدود اللي انا بتدور عليه. حلو. طب اقول لك حاجه كمان. موضوع الجديد اللي طالعين اللي فيه الحلزونه ده،
شفتي موضوع الحلزونه ده؟ دكتور لو سمحت ما تتريقش علينا. انت عملتي لو سمحت. لا انا لسه ما عملتوش بس لو سمحت ما تتريقش علينا. طب انا هسالك سؤال. انا ما اعرفش بصراحه ازاي يعني تستحملي حاجه ماشيه على وشك. لا 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 مش ممكن اعمل كده. انا بصراحه مش ممكن اعمل كده. هم بيعملوه وبيعملوه غالي. انا ممكن ادور على منتج يكون فيه كولاجين ويكون المنتج ده يعني امن تماما ان هو ما فيهوش حاجه هتضرني واعمل كده، لكن ان انا اجيب الحلزون. سوري يا بنات، الحلزون يا ام الحلزون على وشي مش هعمل زي على راي عادل امام. الحلزون يا ام الحلزون. فانا بقول لك اهو تخيلي. طب اقول لك حاجه، الحلزون دي انت عارفه انه لو فعلا متربي في مكان صح ودنيته صح بكام؟ أرقام. انا عارفه ان الحلزون اللي هو بيتباع دلوقتي وبيتروج للبنات على الفيسبوك. أيوة. وبتشتري، مش هو ده نهائي نهائي اللي ده الغرض بتاعه للبشره. حلو احنا قوي. بس يعني بيضحك علينا خدعه. طب انت عارفه ده بيجيبوه منين؟ انت عارفه ده بيجيبوه منين؟ من الجنين والحدائق والحاجات دي. فانت متخيله بتحطي بالميكروبات بالبكتيريا بالدنيا بالظروف اللي احنا فيها دي بتحطي حاجه كده على وش؟ طب وليه كل ده؟ علشان الكولاجين وعلشان الترطيب. طب ما البروش موجود وامن ومفيش حاجه هتمشي على وشك. اهم حاجه مفيش حاجه تمشي على وشنا كده. دي يعني احساس ان في فار ماشي على وشك. انا ما اعرفش بيعملوها ازاي. احساس وحش قوي يعني بصراحه. يعني طيب احنا دكتور اتكلمنا دلوقتي عن فوائد بروش كريم، وطبعا يعني الفوائد يعني هايله تغري اي حد بيتفرج علينا النهارده ان هو ما يفكرش. يعني اي بنت فورا دلوقتي هتبدا تدور علشان تجيب بروش منين. احنا بقى نسهل لهم او نعرفهم احنا نجيبه منين. ازاي بقى نجيب بروش كريم بعد ما ايه يعني الكلام ابهرنا النهارده؟ لا 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 تحت امرك. هو طبعا انا ما بحبش حكايه واهو هو انه رائع واتصلي برقم كام. لا، بروش كريم موجود في الصيدليات تصريح وزاره الصحه. تكلمي تصريح وزاره الصحه ده شيء مهم جدا، عشان تتكلمي اني بيتحلل كل باتشايه تتاكدي ان كل مكون بروش كريم موجود. اي حاجه وضعت تصريح وزاره الصحه تاكدي من كل مكوناتها، تاكدي ما فيهاش مايكروبيولوجي، تاكدي ان النسب موجوده فيها صح، مش مكتوب اي حاجه على العلبه وخلاص. تمام. زي ما بيحصل في حاجات كتير. هو كون ان هو الكريم موجود في كل الصيدليات فدي حاجه يعني توزيع اولا الشركه المصريه للادويه. الشركه المتحده للصيادله، فبيبقى موجود في كل الصيدليات. معلش قطعتك. هو امان يا دكتور جدا جدا ان احنا كده نكون واثقين في منتج موجود في الصيدليات واخد موافقه من وزاره الصحه؟ يعني ولا حاجه احنا بنشتريها اونلاين مش عارفين مين اللي ورا الاونلاين ده او مين اللي ورا البيج اللي بتبيع لنا دي فاحنا مش واثقين فيها، ولا حاجه مجهوله الهويه؟ لا، احنا حاجه بنشتريها من الصيدليات الكبيره والصيدليات الصغيره، موجود تقريبا في كل الصيدليات. صح يا دكتور؟ عارفه النكته؟ طبعا عارفه النكته اللي بيقول لك بتشتري اونلاين البدله وتطلع شكلها ازاي؟ فما بالك لا هو احنا مش عارفين، احنا بنجرب كلنا يعني. بتستخدمي حاجه على وشك؟ انا ما اعرفش، بمعجزيل احترامي طبعا. انا ما اعرفش هما بيامنوا لده ازاي. فانا بقول لك ولا الحلزونه تامن لها ولا الحاجات الاونلاين تامن لها، امن لها بس الحاجه الموجوده في الصيدليه. فبروش موجود في كل الصيدليات. طيب نخلينا يا دكتور بقى يعني ايه واضحين كده وصراحه قدام الناس. النهارده الكريمات الموجوده في الصيدليات، احنا مش هنقول بقى ايه في الاسواق، احنا هنقول في الصيدليات اللي هي الكريمات المحترمه، كتير كتير قوي وبنسمع عن فوائدها كتير قوي. ايه اللي يخليني بقى النهارده هروح اجيب بروش كريم وهسيب الكريم اللي جنبه؟ سؤال كويس قوي. تكلمي ست مكونات طبيعيه. بفكرك تاني، سته في واحد مكونات. سته في واحد اكشن. تكلمي كل المكونات طبيعيه، كمان السعر، سعر اقتصادي جدا. طب خلينا بقى السعر مفاجاه، ما نقولش للجمهور السعر مفاجاه، هم لما هينزلوا هيلاقوا السعر مفاجاه. يبقى تتكلمي السعر المفاجاه وتتكلمي الست مكونات طبيعيه، اعتقد دول المستين اللي يميزوا بروش زي ما اتفقنا. تمام. يعني وموضوع السعر ده انا واثقه فيه جدا، لان يعني انا واثقه في شركه اي ام دي جدا ان هم اسعارهم على قد الايد، اقتصاديه وعلى قد الايد، دايما بسمع. صح يا دكتور. تحت امرك. انا يا دكتور بشكر حضرتك جدا، شرفتنا ونورتنا النهارده. اي حد يحب يتواصل مع شركه اي ام دي او اي حد عنده اي استفسار بخصوص حلقتنا النهارده او بخصوص كريم بروش ومحتاج اجابه من دكتور اكرم او من الفريق الطبي لشركه اي ام دي، يقدر يتواصل معاهم عن طريق البيج بتاعه الفيسبوك اللي ظهرت قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه. واي سؤال في اي حاجه احنا قلناها النهارده مش هم او محتاجين استفسار اكتر، محتاجين تطمنوا اكتر قبل ما تشتروا بروش كريم، تقدروا تتفضلوا تبعتوا الاسئله ودكتور اكرم هيرد على حضراتكم بعد الحلقه مباشره. ما تترددوش، واللي اقتنع بكلامنا يعني يجرب، التجربه خير الدليل. صح يا دكتور؟ طبعا. نورتنا يا دكتور اكرم النهارده، ميرسي جدا لوجود حضرتك. كان معانا النهارده منورنا دكتور اكرم غانم المستشار الطبي لشركه اي ام دي. خلصت فقرتنا، استنونا وفقره جديده من عياده تاني.